وخلال كلمته أكد الرئيس السيسي أن الأمن والاستقرار هما الركيزتان الأساسيتان لإحداث أي تغيير مناسب للدول لتحقيق أمال الشعوب وقدرة الدول على تحقيق الأمن. الاستقرار والأمن إذا غاب عن دولة، اوعوا تطلبوا من الدولة دي إنها تتقدم أبدا، لن تتقدم. وده الموضوع بقى ماليش دعوة هو جه ازاي، هي خطة، هو استهداف، هو عدم وعي الناس، أنا ماليش دعوة. أنا في النهاية بقول إيه، الحالة اللي بتصنف بيها بلادنا استقرار أو عدم استقرار، فيها استقرار يبقى في أمل، ما فيش استقرار يبقى ما فيش أمل. بقول حتى القطاع الخاص اللي هم مواطني البلد، لو جيت قلت له تعمل مشروع عندك يقول لك لو كانت البلد مش مطمن لها اروح بلد تانية، دي فلوس والناس بتخاف على فلوسها. ارجع تاني اقول النقطة المهمة جدا جدا هي الاستقرار والأمن.